السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو عباره على دجاج. دجاج محمر في الفران، المكونات ديالو غادي نحتاجو فيها دجاجه، هنايا كديروا على حسب اللي بغيتو. هنا انا مديره دجاجه ديال كيلو تقريبا و 500 كيلو 700 غرام اللي مغسوله مزيان مقطعه هكا طريفات، حتى هما كديروا يا اما تقسموا على اربعه او لا ديروا كيف ما دائما الواحد كيف ما بغى. غادي نحتاجو فيها الثومه، ثوما عندي هنا بالزيد دايره جوج ربعة، عندي ستة سبعة الفصوص ديال الثوم، لان كما ملاحظين ما غاديش ندير البصله، غادي نشحرو اولا نقليها الدجاج غير في الثوما. عندي اذا سبعة الفصوص ديال الثوما. غادي نحتاج السودانيه، سكينجبير اولا الفلفله حمراء حاره، سكينجبير، واحد شويه ديال الفلفله حمراء عاديه الحلوه، واحد شويه ديال الخرقوم البلدي والملحه. غادي نحتاج نص كاس تقريبا ديال الزيت، والزيت كيبقى دائما على حسب الدجاج الكميه اللي مستعملين. انا غندير غير نص كاس لان كما كتعرفوا الدجاج الرومي كيكون في طبيعته مدم. درت الثومه، غادي نضيف الزيت وغادي ندير هاد المكونات تقلى واحد شويه قبل ما غادي نضيف التوابل. من بعد ما كيتقلى الدجاج كيف ما ملاحظين ضفت الملحه، غنضيف دابا التوابل ما كنديروش في الاول باش ما كتحرقش لينا. غادي نضيف السودانيه، الوصفه كتبغي شويه الحار، هي في الاصل كدار بالمزيودات ديال الفلفله حاره، ما كدارش فيها العطريه كامله، كانت كدير فيها خالتي غير السودانيه والملحه، كدير مزيود ديال الفلفله حاره والملحه صافي والثومه. انا كنفضل انني نضيف هاد الشويه ديال التوابل الاخرى اللي مولفين. عندي هنايا واحد شويه ديال سكينجبير، ما نكتروش غير راس ديال المعلقه، واحد راس ديال المعلقه ديال التحميره باش كيعطي اللون لهذيك المريقه، غير شويه كما ملاحظين، واحد شويه ديال الخرقوم البلدي حتى هويا غير واحد الرويس ديال المعلقه، ما نكتروش حتى هويا. وغادي نرجع هاد التوابل تقلى واحد شويه قبل ما نضيف الماء اللي كافي للطياب ديال الدجاج. كيتقلى الدجاج مع التوابل، ردوا البال كتبدا كتلصق باش ما تحرقش لينا غير واحد شويه. غادي نضيف دابا الماء، الماء كيكون سخون، كنكبوه في الجناب ما نكبوش على اللحم اولا على الدجاج. غادي نحاول ندفع هذا واحد شويه هكا، وغادي نغطي الكوكوط، ما غاديش نسد، غادي غير نغطيها ونخليه حتى يطيب بسرعه. كيتحضر كيطيب ماشي كيحتاج مده طويله، وما غاديش نكثر الماء بزاف، الماء اللي غادي يكفى صافي. بعد ما كيطيب الدجاج غادي نحيدو نديرو في اللاطه اللي غتدخل الفران. في هاد المريقه اللي طاب فيها الدجاج غادي نضيف البطاطا منقيه وقطعتها كمكعبات اللي كيكونوا واحد شويه متوسطين، وغادي نديرها حتى هي طيب، عاد نديرها مع الدجاج وندخل كلشي الفران يتحمر. البطاطا طابت في المريقه، غادي نديرها في اللاطه حدا الدجاج، الدجاج دهنتو بواحد شويه ديال لاموطارد اولا الزبده كيف ما كتفضلوا، وغادي ندخلو للفران يتحمر هو البطاطا. والمرقه غادي نقاد ليها الملحه، نقاد السودانيه الا كانت خاصه، ورجعت تقلص قبل ما نقدمها هي وهاد الدجاج والبطاطا. الدجاج بعد ما تحمر غادي نحطو في طبق ديال التقديم، المريقه عندي حتى هي نقصات، بغيتو تحمروه اكثر من هكا كديروا على حسب اللي بغيتو. بالنسبه للبطاطا غادي نحطها هكا في الوسط، وغادي نحاول انني ندورها على الجناب ديال الطبق.
المرقه كيف ما ملاحظين معايا كتختار كتقال مع ديك النشا اللي كنا طيبنا اللي كتنزل من البطاطا اللي طيبنا فيه كيف ما ملاحظين. هنا كيبقى التقديم على حسب الرغبه، اما كتقدموه في اطباق اللي كتكون فرديه اولا فهكا في طبق عائلي، الصلصه اما كتفرغوها اولا كتحطوها هكا على جنب، كتقدم كل واحد كيدير في الطبق ديالو على حسب الرغبه. غادي نوريكم كفكره. وكيتقدم هو مازال سخون. نتمنى ان هذا الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ودائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا على الجرس باش تبقوا توصلوا بكل ما هو جديد. وبصحه وراحه.